قصص من تاريخ الاقتصاد مع الأستاذ كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد على قناة اليوتيوب كريم إيكونوميست، برنامج قصص تاريخ الاقتصاد، برنامج اللي يكون في مجموعة من الحلقات نطرق فيها الأهم المفكرين الاقتصاديين والأفكار ديالهم والمساهمة ديالهم في تطور العلم الاقتصادي، يعني نشوفوا التطور ديال الفكر الاقتصادي عبر التاريخ. بالنسبة للفكر الاقتصادي راه حاجة مهمة خصنا نعرفوها، لأننا كطلبة باحثين كدكاترة في الاقتصاد في البحث ديال الإجازة ولا في الرسالة ديال الماستر ولا في أطروحة ديال الدكتوراه، كنحتاجوا في الجانب النظري يعني البارتي تيوريك، كنحتاجوا التطور التاريخي ديال الموضوع ولا الإشكالية اللي كنتكلموا عليها، كنحتاجوا الأفكار الاقتصادية باش نديرهم في الموضوع ديالنا. داكشي علاش أنا درت لكم هذه الحلقات هذه، باش تعرفوا الأفكار ديال أهم المفكرين الاقتصاديين وتحتاجوهم إن شاء الله في البحوث ديالكم. الحلقة اليوم هي الحلقة الأولى نتكلم فيها على أرسطو. من هو أرسطو؟ أرسطو هو واحد فيلسوف يوناني قديم، تزاد في 384 قبل الميلاد ومات في 320 قبل الميلاد. أرسطو واحد الفيلسوف إغريقي معروف بحال سقراط بحال أفلاطون. أرسطو هو التلميذ ديال أفلاطون وهو الأستاذ ديال الإسكندر الأكبر وبطليموس الأول. أرسطو كان عنده بزاف ديال الأفكار في عدة ميادين، يعني كتب بزاف الحواج على الفيزياء، الميتافيزيقيا، الشعر، الدراما، المنطق، السياسة، الحكومة، الأخلاق، البيولوجيا، وحتى الاقتصاد. وخا الأفكار الاقتصادية ديالو قليلة، هنا نحاولوا أننا نتكلموا على شنو الأفكار اللي ديال أرسطو في الاقتصاد. الأفكار الاقتصادية ديال أرسطو، أرسطو مثله مثل أغلبية المفكرين اللي كانوا في العصور ما قبل التاريخ وفي العصور الوسطى، يعني ماشي شي وحدين اللي متخصصين في الاقتصاد، يعني كان الاقتصاد اللي كيتكلم عليه هما فلاسفة ولا رجال دين. بالنسبة لأرسطو في الأفكار الاقتصادية ديالو تكلم على تقريبا على خمسة ديال النقط نطرقوا اليوم حنا. أول حاجة تعريف الاقتصاد، العبودية، الملكية، القيمة والنقود. نبدأ بتعريف الاقتصاد. أرسطو مثله مثل المفكرين اليونانيين ولا الإغريقيين بصفة عامة، عندهم الاقتصاد هو مرتبط بالتسيير ديال الأعمال المنزل، لأن الأصل ديال كلمة الاقتصاد هو أصل إغريقي اللي هو أوكوس نوموس اللي كيعني تسيير ديال الأعمال ديال المنزل. يعني بالنسبة لأرسطو نفس الحاجة، الاقتصاد هو واحد المسألة فرضية، واحد المسألة خاصة، يعني كتعني التسيير ديال الأمور ولا الأعمال ديال المنزل. النقطة الثانية بالنسبة للأفكار الاقتصادية لأرسطو هي العبودية. العبودية في ذاك الوقت كان الرقيق، تجارة الرقيق معروفة، يعني العبودية العبيد كثر. أرسطو قال لنا بأن العبيد مهمين في الاقتصاد. علاش؟ لأن العبيد هما اللي كيتستغلوا، كيخدموا في التجارة، هما اللي كيخدموا في الصيد البحري، هما اللي كيديروا تربية الحيوان، هما اللي كيديروا الزراعة، يعني مهمين بالنسبة للاقتصاد. أرسطو قسم لنا العبيد ثلاثة الأنواع، كاين العبودية الطبيعية، كاين العبودية غير طبيعية، وكاين العبودية بسبب الديون. العبودية الطبيعية يعني أن واحد الشخص تزاد هو عبد، يعني تزاد باش يتسير باش يكون عبد. وكاين أشخاص آخرين قال لك بأنهم هما تزادوا باش يكونوا أسياد، يعني هما دوك اللي يسيروا العبيد. بالنسبة
العبودية غير طبيعية هي العبودية اللي سبب ديال الحرب، هذوك الأسرى ديال الحرب كيوليو عبيد. أيضا العبودية عن طريق الديون، يعني مثلا واحد الشخص كان كيتسال واحد الشخص شي دين وما قدش يخلصو، راه كيولي عبد عنده، يعني كيخدم ليه في الأرض ديالو، ولا كيقابل ليه الشغل ديال الدار، ولا شي حاجة بحال هكذا. النقطة الثالثة هي الملكية الخاصة. أرسطو كان من الناس اللي دعوا الملكية الخاصة، يعني أن الفرد يكون حر في الملكية ديال الأموال والملكية ديال الأراضي كيما بغى، وانتقد الناس اللي كيطالبوا بالإلغاء ديال الملكية الخاصة واستبدالها بالملكية الجماعية. علاش؟ لأن بالنسبة لي ملي كتكون واحد الملكية جماعية مثلا الأموال ولا الأراضي ولا شي حاجة، راه كتكون سبب ديال النزاع والخلافات بين الأفراد. داكشي علاش هو طالب باحترام الملكية الخاصة، وشخص حر يمتلك داكشي اللي بغى. النقطة الرابعة واللي هي مهمة بزاف، واللي هي كانت نقطة ديال البدء ديال مجموعة من الأفكار ديال الاقتصاديين المفكرين من بعد بحال آدم سميث بحال ريكاردو وإكسيتا، هو النظرية ديال القيمة. أرسطو تكلم على القيمة. أرسطو هو من الأوائل اللي تكلم على القيمة، وقال لنا بأن كاين جوج الأنواع ديال القيمة، كاين القيمة ديال الاستعمال والقيمة ديال التبادل. يعني أي سلعة ولا أي حاجة عندها جوج ديال القيم. قيمة الاستعمال يعني شنو هو الفائدة ديال ديك الحاجة، يعني شنو هو الاستخدام ديال الإشباع الحاجية ديال الإنسان. وبالنسبة للقيمة الثانية هي قيمة التبادل، اللي هي القيمة ديال هذيك السلعة في السوق، يعني داك التبادل اللي كيكون سلعة بين سلعة. تو مثال، مثلا إلا خدينا باغ إكزومبل واحد الرأس ديال الماشية، رأس ديال الماشية عنده جوج ديال القيم. قيمة الاستعمال هو أنه ممكن نستعملوا داك الرأس الماشية أننا نلبيو الحاجيات ديالنا، يعني نستافدو من الحليب ديالو، نستافدو من الصوف ديالو، نستافدو من اللحم ديالو. وأيضا ممكن أننا نمشيو نبيعوه، هنا كنتكلمو على قيمة التبادل، نبيعوه في السوق وناخدو بلاصتو حاجة أخرى. آخر نقطة هو النقود، لاموني. أرسطو تكلم على النقود، تكلم على النشأة ديال النقود وشنا هو الفائدة ديال النقود. من قبل ما يكون النقود كانت المقايضة، يعني كنتي مثلا بغيتي تاخد شي سلعة قصدك تمشي تقلب واحد الشخص اللي تبادل مع هذيك السلعة، تعطي السلعة ديالك ويعطيك هو بالمقابل ديالو. أرسطو قالك بأن النقود كتسهل لنا العمل ديال التبادل، يعني النقود عندها واحد الدور كبير. يعني مثلا إلا خدينا واحد المعدن استعملناه كنقود، المعدن راه كيسهل لينا المبادلات بين الأشخاص، يعني ما كنكونش داك المشكل ديال المقايضة. أيضا أرسطو من المفكرين اللي كان ضد الربا، يعني كان ضد السلف بالفائدة، يعني تسلف النقود شي واحد شخص وبالفائدة. مهم هادشي اللي عندنا بالنسبة لهاد الحلقة الأولى ديال برنامج قصص تاريخ الاقتصاد. أتمنى أنه يعجبكم. إن شاء الله الحلقة الجاية نأخذ مفكر اقتصادي آخر تكلموا على القصة ديالو. شكرا على التتبع ديالكم، وإلى اللقاء.